السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا مزيان وتكونوا على خير. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفات ديال الحرمل اللي عندهم مشكل في الشعر، ما كيطول ليهمش الشعر ديالهم خفيف. هاد الوصفات ديال الحرمل راهم مجربة ومزيانين، نتمنى يعني تجربوهم وتلقاو نتيجة بإذن الله. تابعوا معايا الفيديو حتى الأخير، ما تنساونيش من اللايك والاشتراك. الحرمل غني عن تعريف الشعر، زوين. السانوش كذلك كيقوي الشعر، عندهم بجوج واحد الفوائد. من كنجمعوهم بجوج غادي تحصلوا على واحد الوصفه اللي روعه بزاف. الطريقه كيفاش كنجيبوا واحد زلافه ولا مهم اناء يكون قابل للسخونيه. ضفت الحرمل كيف ما كتشوفوا، غادي نضيف عليه السانوش وغادي نضيف عليهم البنات واحد الكاس كبير ديال الماء، يعني ما غادي نطبخوهم حتى شي حاجه. هذه الوصفه كنستعمل عليها الماء يكون غليان، يعني ما غادي نطبخوهم حتى شي حاجه. كديروا عليهم الماء بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما وضعت الحرمل وضعت السانوش كنضيف عليهم الماء يكون يعني مغلي، والكميه اللي تكفيني في اسبوع، يعني كل اسبوع نوليو نصايبوا هذه الوصفه. هذه الوصفه المطرحه الزوينه خطيره، تقويه الشعر، تطويل الشعر، علاج تساقط الشعر. كنغطيو عليهم البنات، ضروري تغطيو. كنغطيو عليهم باش كنخليو داك الماء ياخذ لينا الفوائد ديال الحرمل والسانوش. كنخليهم المده ديال 3 سوايع حتى 4 سوايع. ومن بعد ما البنات دازت ليا المده ديال 3 سوايع كيف ما كتشوفوا، كنحيد داك الغطاء اللي غطيت به هذه الزلافه هذه. ودابا البنات غادي نصفي هذا الماء هذا. هانتوما الزوينات ديالي، من بعد ما يعني صفيت الماء كنحصل على الماء ديال الحرمل والسانوج. الماء هذا اللي كينبت الشعر وكيطول لينا الشعر. دابا غادي نوضعوه في واحد البخاخ باش نقول لكم كيفاش يعني تستعملوا. هانتوما البنات من بعد ما درتوه في هذا البخاخ، طريقه كيفاش تستعملوه. الشعر ديالكم كتبقاو تفرقوه الى خصال، ضروري تفرقوا الشعر ديالكم باش يعني كتشقوا الشعر ديالكم. كتبقاو ترشوا الشعر ديالكم بهذا الماء هذا، الماء ديال الحرمل والسانوج. كتبقاو ترشوا الشعر ديالكم وكتبقاو بحال اللي كتمصيو ديك البلاصه اللي عندكم فيها الشعر خاوي. ضروري ديروا الطريقه هذه، يعني كترشوا وكديروا بحال مساج في الفروه ديال الراس اللي عندكم فيها الفراغات، ورشوا الشعر ديالكم كامل، ملؤوا الشعر ديالكم كامل من الجذور الى الاطراف يوميا. ديروا الطريقه هذه قبل النوم، يعني ما تغسلوهم حتى شي حاجه، يوميا ديروا هذه الوصفه هذه من الاسبوع لاسبوع. غتغسلوا الشعر ديالكم وغادي تشوفوا يعني التساقط حبس لكم بصفه نهائيه، ولا دمتوا عليها الشعر غادي يطول لكم. وصفه الماء خطيره زوينه بزاف هاد الوصفه. هو يعني معروف انه الناس الشعر هذه كيديروا هاد الوصفه هذه غزاله، كتقوي لينا الشعر وكطول لينا الشعر. المهم هذا هو المكون الاساسي في هاد الوصفه. كناخذ هاد الحرمل هذا وكنوضعوا فوق شي مقلات وكنوضعوا فوق النار، كنسخنوا غير شويه، غير يعني جوج دقائق حتى ثلاث دقائق مع التحريك. حقاش هو داغي كيتحرق لينا وداغي كيبقى يطلق لينا البخار ديالو، يعني مع التحريك بحال كنصهدوا غير شويه باش يسهل علينا ما نبغيو نطحنوه. كنديروا هاد العمليه هذه ضروريه باش كنطحنوه، سخنوا غير شويه كيف قلت لكم، ما تخليوش يعني بزاف ولا توضعوه فوق النار وتخليوه لا راه كيتحرق مع التحريك. مهم كنطحنوه كنحصلوا على هذا الشكل هذا. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما طحنتو كيف ما كتشوفوا، كيولي عندنا بودغ بهذا الشكل هذا. تقريبا انا هنا عندي واحد 3 المعالق كبار، ودائما الكميه حسب طول الشعر وحسب كثافه الشعر كل وحده كيفاش شعرها. كنحتاج معاه واحد الكاس صغير ديال زيت الزيتون، وبالنسبه للكميه يعني ما عنديش واحد القياس معين، كل ما زدنا الزيت كل ما مزيان. 3 المعالق كبار انا غادي نضيف لهم كاس صغير ديال زيت الزيتون. وهذا زيت الزيتون ضروري كنسخنوه في واحد الكاسرون، كنوضعوه فوق النار ونخليوه حتى كيسخن لينا، وكنخليوه حتى كيولي لنا دافي باش غادي نضيفوا الحرمل. ضروري كنديروا هذه العمليه هذه. وكيف قلت لكم يعني القياس ماشي حسب الكميه، كل ما زدنا الزيت كل ما مزيان. المهم كنضيفوا الحرمل كيف ما كتشوفوا، داك الكاس الصغير كنضيفوا الحرمل وغادي نحركوا مزيان. الاستعمال ديال هذا الحرمل مع زيت الزيتون كاين جوج طرق. بامكاننا هذا الحرمل هذا بحال هكا نديروه للشعر ديالنا من الجذور الى الاطراف، يعني بهذا الشكل هذا كنديروه من الجذور الى الاطراف، كندهنوا يعني الشعر ديالنا جيدا ونركزوا في الفروه بحال كنبقاو نديروا مساج ديك الفروه اللي كيكون عندنا فيها الشعر يعني خاوي. كنخليوه مده يعني مده تخليه الوقت اللي تقدري عليه، ما كيضرش نهائيا. بغيتي تخليه 4 سوايع، بغيتي تخليه 5 سوايع، 6 سوايع، بغيتي تباتي به عادي، ما كيضرش نهائيا بالشعر. يعني هذه الطريقه الاولى، وكنبقاو نديروها جوج مرات في الاسبوع. بالنسبه للطريقه الثانيه، هذا الحرمل هذا مع زيت الزيتون كنوضعو في واحد القنينه وكنسد عليه ونخليه في واحد المكان مظلم لمده ديال 3 ايام. يعني من بعد 3 ايام كتلقاو داك الحرمل هبط كيطلع علينا غير الزيت. كنبقاو نستعملو الزيت فقط، اللي بغى يستعمل غير الزيت يدير الطريقه هذه، يديرو في واحد القرعه يعني وبقاو نستعملو كزيت، وديرو الطريقه اللي بغيتو. بغيتو تستعملو هكا مباشره على الشعر ديالكم استعملوه هكا، بغيتو ديرو كزيت في يعني في واحد القنينه وتخليوه الكميه يعني زيدوا في الكميه باش يولي عندكم يعني الزيت بزاف. ديروا واحد الكاس كبير ديال الزيت، ويعني بالنسبه للحرمل ديروا واحد 5 المعالق، وبالنسبه للحرمل واخا ديروا غير 3 المعالق وتزيدوا الزيت، يعني هو كيطلق لنا الفوائد ديالو مع الزيت، واخا يكون غير يكون مزنا الزيت كل ما مزيان. المهم ديروا الطريقه اللي كتعجبكم وديروا الشعر ديالكم، ويعني بقاو ديروا مساج الشعر ديالكم وخليوه المده اللي كنبغيو. من بعد كنغسلوا عادي بشامبوان يعني كنداوموا على هذه الوصفه هذه، وكتلاحظوا الفرق. يعني كتلاحظوا الفرق من ثاني اسبوع كتبقاو تلاحظوا يعني الشعر يعني داك التساقط ما كيبقاش في الشعر ديالنا. الوصفه غزاله للشعر. المهم البنات هاد الوصفه هذه نتائج ديالها رائعه على الشعر، يعني كنتمنى تجربوها وتستمروا في الاستعمال ديالها باش تلقاو النتيجه. يعني قلت لكم ديروها جوج مرات في الاسبوع باش كنقاربوا النتيجه. بغيتو ديروها غير مره في الاسبوع ديروها، كاينين شي ناس معكازين. المهم ديروها بهذه الطريقه هذه، وديروا اي طريقه. يعني قلت لكم جوج طرق، بغيتو تستعملوها هكا بغيتو ديروها كزيت، ديروا الطريقه اللي بغيتو، راه غزاله هاد الوصفه هذه.
بحال الوصفه اللي درت قبل. المهم تديروا الوصفه اللي بغيتوا. هاد الوصفه هذه كيف ما كتشوفوا الحرمل كتشدوه بنفس الطريقه كتصهدوه شويه، ما تخليوش البنات حتى كيتحرق غير شويه، كامل شي 3 ثواني صافي كيبدا يطلق لنا البخار وداك كيتحرق. يعني كتضيفوه في واحد المقله اللي كتكونوا راكم كتستعملوها ولا هذا، كتضيفوا الكميه اللي بغيتوا وكتبقاو تقلبوهم. وبعد التحريك يعني نتوما واقفين عليه ما كاملش 3 ثواني راه داغي صافي، غير واحد شويه كتصهدوه كتشدوه كطحنوه او كدقوه اللي بغيتوا، بغيتوا تدقوه في المهراز ولا تطحنوه. هو ذات الشكل ديالو من بعد ما دقيتو كيف ما كتشوفوا، هنا راه تحمر لي شويه. المهم انا غير باش نوريكم الوصفه، كتاخذوا الكميه اللي قلت لكم كيف بغيتوا صافي. وغادي تحتاجوا مع البنات القطران، يعني شي وحدين كيقول لي واش ممكن تستعملوا مع القطران. طبيعه الحال الا ضفتي القطران الحرمل راه غتحصل على واحد الخليط اللي غيعطيك واحد النتائج اللي سريعه. القطران رائع بزاف الا خلطتوه مع الحرمل. وكتحتاجوا البنات زيت البلديه، زيت الزيتون اللي ضروري تكونوا يعني مسخنينها من قبل، ماشي مباشره كتستعملوها، يعني كتحيدوا من هذيك الملحه اللي كتكون فيها. صافي البنات كتجيبوا واحد الاناء وكتضيفوا فيه الحرمل اللي كتكونوا دقيتو وكتبقاو تزيدوا عليه القطران شويه بشويه، ما تجريوش يعني الخليط بزاف. القطران على حسب كميه ديال الشعر ديالك كيف ما كتشوفوا البنات، شويه بشويه كنبقى نزيد وكتبقاو تخلطوا مزيان. هانتوما البنات من بعد ما خلطت البودغ ديال الحرمل مع القطران كيف ما كتشوفوا كنحصل على هذا القوام هذا، هذا الخلطه الرائعه بزاف بالنسبه للبنات اللي مثلا بنات صغار فيهم القرن فيهم الصيبان. هذه الوصفه راه غتقضي لهم على القرن والصيبان الدرجه الاولى، رائعه بزاف وفي نفس الوقت كتخلف لنا الشعر وكتطول الشعر وكتقوي الشعر. دابا كيف ما كتشوفوا غادي نضيف زيت الزيتون، كنضيف هكا واحد 3 المعالق ديال زيت الزيتون وكتخلطوا هذا الشيء كامل مزيان. كنخلطوا هذا الشيء البنات، وصفه طبيعيه لتقويه الشعر وتطويل الشعر. كتخلطوا البنات هذا الشيء مزيان. ومن بعد ما البنات خلطت لكم المكونات كامل كيف ما كتشوفوا معايا، هذا هو القوام الطريقه ديالو كتستعملوه على الشعر ديالكم، كتبقاو تشقوا به الشعر ديالكم وكتبقاو تدهنوا ديك الفروه ديال الراس اللي عندكم فيها الشعر خاوي، كتملوا الشعر ديالكم كامل بهذا الحرمل والقطران صافي، وتغطوا الشعر ديالكم وتخليوه 4 ديال السوايع وكتغسلوا الشعر ديالكم وتبعوها وغادي تشوفوا واحد النتيجه اللي خطيره في التطويل وفي تقويه الشعر. وصفه طبيعيه رائعه بزاف، نتمنى يعني تجربوا هذه الوصفه هذه. وهذه هي الطريقه ديالها، الا بغيتوا تضيفوها القطران. البنات اللي كيسولوني يعني واش تستعملوا القطران مع الحرمل، ديروا هذه الطريقه هذه راه رائعه بزاف، وغادي تتبعوا ليها وغادي تشوفوا عليها النتيجه ان شاء الله. والطريقتين بجوجهم زوينين، هي الحرمل مع الزيت البلديه الفيديو اللي درت قبل، انا نخلي لكم في صندوق الوصف الحرمل مع القطران، وكاين الحرمل كنزيدوا له بعض الاضافات اخرى غادي نشاركهم معكم. مهم الحرمل بصفه عامه انه خطير في تقويه الشعر وتطويل الشعر كيمنع علينا التساقط. انا كنت كنديرو ما دار لي حتى شي حاجه، بالعكس عطاني واحد النتيجه اللي زوينه بزاف، والكثير اللي كنعرفهم كانوا كيديروا الحرمل وما دارهم حتى شي حاجه. بغيتو تستعملوها هكا مع القطران، الا جاكم القطران جد استعملوا مع الزيت البلديه، المهم ديروا اللي بغيتو. المهم البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم ونتمنى تجربوا هذه الوصفه ونال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش باللايك ديالكم، ديروا لي لايك ديالكم زوينه وخليوا لي التعليق ديالكم، ولا تنسوا القناه البنات جداد اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد. الى فيديو اخر، مع السلامه.